السلام عليكم الأخ العزيز أستاذ محمد، أشكرك جزيل الشكر وأنت أخ عزيز. نعم أخي محمد، أكو بعض النحالين رغم جودة المراعي ونشاط المراعي و تدفق الرحيق بغزارة ويتواجد حبوب لقاح بكثرة بكثرة، هم يلجأوا إلى إعطاء فيتامينات ومحلول سكري وعلى العجائن، وهذا بنظري خطأ. الخطأ شنو؟ هالتعب وهالمصاري كله يروح من عنده خسارة. لماذا خسارة؟ يمكن أحد الأخوة يقول لا هذا هم زيادة، يعني هم النحل يأخذه ويستفاد منها. أقول لا خطأ، لكن كيف؟ أقول خطأ أستاذ محمد لأن الرحيق الأزهار أجود بكثير آلاف المرات بالنسبة للمحلول السكري، وكذلك حبوب اللقاح أفضل بآلاف المرات من عمل عجائن بروتينية كربوهيدراتية، من عمل يعني صنع إنسان. الله يعلم هالبروتين من أين، هل حبوب لقاح من أين، ما هي المواد المخلوطة. فمثلا الصين يصدر آلاف الأطنان ونحن نشتريها ونأخذها، الله يعلم. شوف الصين أي مواد، أي قشور من الأشجار أو من الحشائش أو من مثل طبغ التتن، الآن كلها كارتون، ما كارتون هذا اللي يجمعها من زبائن البيوت في الغرب، كلها يصنعوا منها التتن ويضيفوا إليها النيكوتين ومواد أخرى ومضرة للصحة. وكذلك حبوب اللقاح، الله يعلم. شوف هالحبوب اللي نحن نشتريها من أين المصدر. فحتى العجائن الذي يصنعها الشركات لا يضيفوها عسل الطبيعي، بل الله يعلم. شوف أي مادة من سوائل السكريات يضيفوها للعجائن ويعملوا بها العجائن، هذا كلها مضرة. لذا أقول إذا توفر المراعي خط أحمر، إذا واحد يستعمل فيتامينات خط أحمر، إذا واحد يستعمل محلول سكري خط أحمر، إذا واحد يضيف إليها نقطة واحدة من العجائن، هذا شيء يجب أن ينتبه إليه إخواني النحالين. أقول وأكرر لمرة العشرات، أقول إخواني النحالين قوموا بالتغذية سواء كان بمحلول سكري أو عجائن أو إضافة فيتامينات أو إضافة أي شيء، أنت حر، إلى أن تصل إذا توفر حبوب اللقاح حالا تقف، وهذا تراها بعين المجردة. إذا نحلك يأتي بحبوب اللقاح في أرجلها علامة تدفق حبوب اللقاح، يعني تواجد حبوب اللقاح بكثرة، وهذا طبيعي.
كما قلت أفضل بآلاف المرات من البدائل. كذلك عندما يرى النحال بأن بدأ تدفق الرحيق في المراعي، هم يقف أن يعطى فيتامينات أو حامض الخليق أو كل شيء، تقف خلاص. وخاصة عندما يرى بأن المرعى كمل تماما من رحيقها وأزهارها وحبوب لقاحها وكل شيء، خلاص ينتهي كل شيء، ينتهي خلاص. وحتى إخواني النحالين وحتى في الخريف، يعني مختصر مفيد إخواني النحالين، أنا أقول إذا توفر في المراعي هالمواد، هو في النحل ماذا يريد؟ ثلاثة أشياء إخواني، ثلاثة أشياء يريد: الماء والرحيق والبروتينات. يعني هو الرحيق كربوهيدرات، البروتين يعني حبوب اللقاح، البروتين بأنواعها حتى المعادن، كل شيء موجودة في داخل حبوب اللقاح. والماء، لولا الماء لهلكت الأحياء. كل شيء حي يريد الماء، هذا شيء طبيعي. فأفتكر كن وصل الفكرة للجميع، وأشكر الأخ والصديق أستاذ محمد، وشكرا. السلام عليكم أخواني، أسعد الله مساءكم بكل خير إن شاء الله. حياك الله أخوي محمد. طبعا رأيي في مسألة الفيتامينات إنها خسارة غير مجدية. بمعنى السنة الماضية تقريبا في أواخر الصيف أنا استخدمت فيتامينات، عندي خلايا قوية وخلايا متوسطة وخلايا ضعيفة. فطبعا النوع اللي أنا استخدمته بروميتور، وهذا اللي كثير من الناس تنصح فيه، وكانت أنا يعني بما أني كنت مربي طيور، فأنا البروميتور أستخدمه باستمرار إلى الطيور، يعني كنت في فترة من الفترات أستخدمه إلى الطيور. استخدمته على خلية 10 إطارات، وعملت مقارنة مع خلية ثانية بعد نفس الشيء 10 إطارات. استخدمته بنسبة 5 ملي إلى كل لتر ماء، كل لتر محلول. طبعا هناك كم نقطة إن شاء الله راح أوضح. فاستخدمت إلى هذه الخلية تقريبا 3-4 مرات، يعني إلى غاية ما بدأ النحل ينشط. تقريبا وقفت تغذية. المقارنة إيش؟ ما في فرق. هاي العشرة الخلية من 10 إطارات تجيشت وارتفعت دور ثاني اللي استخدمت لها الفيتامين، واللي ما استخدمت لها الفيتامين كمان اتجيشت وارتفعت دور ثاني. الحضنة تقريبا ما في فرق بيناتها. المقصد ايش اخويا محمد؟ يعني لو كان النحل محجوز في مكان لا يطلع نفس الطيور، نعم انا اقول لك ان الفيتامينات بتساعد وبتعطي مفعول وبتعوض النقص اللي يحتاجه هذا الكائن، ولكن النحل يعني حر في الطبيعة. بالعكس، النحل يتنقى ما يحتاجه من الطبيعة. يعني بعض الأحيان تشوفه أنه يقبل على حبوب لقاح ويترك الحبوب اللقاح الثانية، يعني عنده عملية انتقاء لأنه يشعر باحتياجاته أفضل مننا. النقطة الثانية أخويا محمد، وبالنسبة للناس اللي تستخدم فيتامينات، في نقطة جدا ضرورية.
ألا وهي عملية تأكسد هذا الفيتامين. كيف يعني تأكسد؟ يعني لما أنا أجي أوضع فيتامين يكون فقط فيتامين، لا مع عصير ليمون لا مع خل، المحلول السكري يحتوي فقط على الفيتامين، لأن معظم الفيتامينات بعد 6 ساعات تبدأ بعملية التأكسد، وهذه العملية تكون سامة. يعني إذا ما استهلك النحل المحلول بمدة أقصاها 6 ساعات، هذا المحلول راح يقوم بعملية التأكسد وراح يتحول من شيء مفيد إلى شيء سام. طبعا هذه 6 ساعات في الأماكن أو في الأجواء المعتدلة، أما في الأماكن الحارة لا، راح تنقص هذه العمل من 6 ساعات، ممكن توصل إلى 3 ساعات أو ساعتين. فهذه نقطة لابد أن الكل يعني يلتفت لها. عملية التأكسد بالذات في الفيتامينات جدا تعمل مشاكل، وممكن أنها تعطي نتيجة عكسية على كل من يستخدمها. حياك الله. حياك الله أخوي محمد. كمان في نقطة جدا مهمة، للأسف يعني إحنا كمبتدئين بننخدع بالكلمات الرنانة اللي بنشوفها على عبوات الفيتامينات أو اللي يسمونها سبلمنتس، المكملات الغذائية، وكل حاجة يعني على فكرة، مش بس في النحل، بكل حاجة. حتى أنا لما أروح صيدلية وأشوف علبة فيتامينات أو مكملات غذائية يعني المكتوب عليها بيصور لك كل شيء بسيط، وكل شيء انت مجرد انك تاخذ هاي الحبة راح يتغير معك. فهي كلمات رنانة، وشركات اللي تنتج هاي المواد بيعرفوا كيف ينتقوا هاي الكلام، وبيعرفوا يوصلوا الى عقل المستهلك الكلام او الشيء اللي هم عاوزين يوصلوه. فمعظم هاي الاشياء هي كلمات رنانة. النقطة الأساسية أخويا محمد لاستخدام الفيتامينات، أني أنا إذا هذه الفيتامينات لم تنشط الضعيف فما لداعي أن أنا أستخدمها لتنشيط القوي. بالضبط نفس ما تكلم أخونا مصطفى، يعني القوي ما محتاج، ونفس ما تكلم أستاذنا الأستاذ حسن حسين، القوي لو أنا أعطيه سم راح ينشط. طيب ايش الفايدة من الفيتامينات اذا هي ما راح تنشط الضعيف؟ انا محتاج اني انشط هذا الضعيف، ما محتاج اني انشط القوي. القوي هو قوي وراح يبقى قوي ان شاء الله، ولكن انا محتاج، واصلا القوي ما نستخدم له ولا حاجة لانه هو قوي. انا محتاج انشط الضعيف، انا محتاج اقوي الضعيف. اذا ما راح تصلح الى تنشيط الضعيف فما راح استفيد منها في اي حاجة. حياك الله. حياك الله اخوي محمد. والله حتى بالنسبة الى الخلايا الضعيفة هناك نقاط لابد ان احنا نراعيها. يعني بعض الاحيان تكون عندي مثلا عندي في المنحل خليتين ثلاث ضعيفة، تدعمها مرة مرتين بعد ما في تقدم، بتقول ان مثلا الملكة فيها مشكلة فبتغير الملكة وبعد ما في تقدم. فيعني البارح اتوقع ان بعض الاخوان اعترضوا على اخونا ابو حسين انه عنده خلية ضعيفة، وكلم العامل انه يتركها تموت. بعض الاحيان انت توصل الى هذه يعني هذه النقطة، ان هذه الخلية شنو ما عملت لها ما راح تتقدم. فالافضل ليه توجع دماغك وليه مثلا تحط امال كبيرة عليها وانت عارف في الاخير انها ما راح تتقدم؟ فيا انك تدمجها، ويمكن بعد حتى لو دمجتها مع خلية ثانية تسبب لك مشاكل في الخلية اللي انت دمجتها معاها. فبعض الاحيان يكون الحل ممكن يكون قاسي، بس لابد ان احنا نعمله. احنا للأسف نحط آمال كبيرة ونحط تبريرات كثيرة الى الشيء الضعيف، بالذات يعني في الأشياء اللي نربيها.
بنقول لا انا هعمل حاجه كده، اجرب مع حاجه كده، وانت في حقيقه نفسك عارف ان كل الاشياء اللي انت تعملها ممكن انها ما تجيب نتيجه، او ممكن تكون متاكد انها ما راح تجيب نتيجه، ولكن هي مبررات احنا نخليها. فبعض الاحيان تحتاج ان يكون عندك قلب جامد علشان تتخذ قرار ان هذه الخليه خلاص وصلت الى مراحلها الاخيره، وشنو ما عملت لها ما راح تتقدم، فانك انت خلاص تستبعدها من المنحل، هو هذا افضل حل لها ولك. حياك الله اخويا محمد، وحيا الله جميع الاخوه. شوف اخويا محمد، يعني بالذات احنا كمبتدئين كل خليه عندنا في المنحل مثل ما بنقول لها موقع خاص في قلوبنا او عزيزه علينا، ما بنحب نخسر يعني. ودائما التبريرات اللي احنا بنديها الى الضعيف بتكون هي سبب خسارتنا، هذا للاسف هذا الواقع. يعني على سبيل المثال خليه دعمتها مره مرتين وشفتها انها بدلا ما انها تتقدم لا في تناقص، طيب ايه تعمل؟ لا حجرب مع حاجه ثانيه، حديها حاجه ثانيه، فتشوف الوقت راح عليك وطاف وكل الخلايا نشطت وهي دي جالسة مثل العظم في البلعوم. فكل مرة تروح تزور النحل بتشوفها بتجيك خيبة أمل، بتنسى كل الخلايا النشطة وبتحط بالك بس على هاي الخلية الضعيفة كيف تقويها وتنشطها. وشفنا صور كثيرة وفيديوهات كثير، يعني أحد الأخوة نزل فيديو والله على كل إطار ممكن 20 نحلة، 10 من هالجانب و10 من هالجانب، وبيسأل كيف ننشطها. فأنا من باب المس قلت له حط لها عوارض وأعمل لها تقسيمة كورة تنشط فيها أيدي، يعني دي والله لو تدعمها بإيش ما راح تنشط. فهي المشكلة لأن الشغلة عزيزة أو النحل عزيز ومن حب إلى النحل، ولكن للأسف بعض الأحيان يكون هذا الحب يعني مردودة تخسر كثير. فهي المشكلة لازم يكون شوية قلبك قاسي، يعني تكون قلب قاسي عندك علشان تتخذ القرار الصح اللي ما يدوخك ولا يوجع دماغك. حياك الله أخوي أكبر، الله يجزيك الخير. والله أخوي أكبر، فيما يخص موضوع الضعيف أو الخلايا الضعيفة دي، بعيدا بقى عن موضوع الفيتامينات وعن القصة دي كلها، اللي انا لاحظته اخويا اكبر، اتكلم على اللي انا لاحظته وشفته. الضعف الله يبارك في عمرك ده ليه سبب، زي ما حضرتك تفضلت مهما هتدعم فيها لو ما عرفتش السبب الاساسي ايه، مهما تدعم فيها بقى باطارات حضنه، تدعم بيها بنحل، تدعم بيها باي شيء، هي هتخليها واقفه وهتخليك توصل لمرحله زي ما حضرتك تفضلت، زي ما الاخ ابو حسين قال، انك انت تقول اترك الخليه تموت وتريح راسك. تمام، طبعا احنا بنتكلم على خليه ضعيفه ايه، اطارين ثلاثه، طبعا لان خليه 10 اطارات دي مش ضعيفه. الله يبارك في عمرك، انا اكلمك على شيء انا شفته، انا شفته. حياك الله اخويا اكبر. وطبعا احنا بنتحدث، الله يبارك في عمرك، لما تقرا الكلام اللي انا بعته دلوقتي، واحد عنده مشكله ان النحل ما بيسحبش من التغذيه، تمام، وبيغسلها وبينظف الغزايه والنحله ما بيشربش من التغذيه، راح سال عطار، العطار اداه كراويه واداه ليسون واداه مورينجا واداه مسحوق الحلبه عشان يحط الحاجات دي على التغذيه، والنحل مش عاوز يشرب من التغذيه. هو ودى نفسه في مستنقع، النحال ده حط نفسه في مستنقع مش هينتهي منه للاسف. ده المستنقع دوت هيدمر له النحل لانه ما راحش للسبب الاساسي، معرفش السبب الاساسي ايه. تمام، هو راح لواحد بعيدا عن مجال النحل خالص، تمام، عاوز يبيع زي ما بيقولوا كده اي حاجات من المحل عنده، قال له خد يلا كيس كراويه وكيس ليسون وكيس مورينجا وكيس مسحوق حلبه ومعرفش ايه، يعني كان ناقص يقول له كمان خد محل العطاره معاك. اول حاجه الله يبارك فيك، انا لاحظت ان ساعات لما يكون مثلا حاطط انت خليه في المنحل بتاعك، على سبيل المثال في الجزء الايمن او الجزء الايسر او اي مكان في المنحل، تمام، لاحظت ان ساعات في بعض الاماكن ما بتكونش مناسبه للخليه اللي محطوطه فيها،
ده يعني شوف، بعيدا بقى عن موضوع الملكة وبعيدا عن موضوع ما داخل الخلية، بس انا بتكلم على المكان اللي محطوط فيه الخلية. ربما لو الخلية دي ابتعدت مترين ثلاثة او 5 متر شمال او يمين او شرق او غرب تكون افضل، وتكون اقول لك ايه، انت تنبهر منها، انت تنبهر منها باللي تشتغل. انا شفت الشيء ده. وفي اماكن الله يبارك في عمرك داخل المنحل برضو، انا خلي بالك انا بتكلم على المنحل الثابت عشان يكون الكلام واضح للاخوان، في اماكن داخل المنحل سبحان الله العظيم تلاقي الخليه اللي موجوده فيها في تقدم لا تتخيله، ومن اول الخلايا اضطرت. تمام، انا اكلمك على شيء ربما مثلا الواحد لو عشان يلاحظه على بعد سنه واثنين وثلاثه، مش في اول شهر او اثنين. تمام، اتوقع المكان نفسه او الوضع اللي محطوط فيه الخليه داخل المنحل ده يختلف ويفرق كتير. دي جزئيه خلي بالك، ربما يختلف معايا البعض فيها، ربما يتفق. انا بتكلم على شيء انا شفته. تاني شيء الله يبارك في عمرك، وهو احنا كبشر في مننا ناس بتعمل اعمال شقه، وفي مننا ناس زي ما بيقولوا عاوز يجلس في المكيف يشتغل شغل مثلا على مكتب، ما يعرفش يشتغل الشغل الاعمال الشقه. وكذلك لو جبت الاخ بتاع الاعمال الشقه ده جلسته في مكيف وفي مكتب مش هيدي الاعمال نفسها. تمام، مقصود الكلام اللي يبارك في عمرك، مقصود الكلام في ملك عندها ما شاء الله تبارك الله امكانيات باقل كميه نحل مع الملكه ديت تبنى خليه، وربما توصل معاك لطابقين وثلاثه واربعه. تمام، وتكون في قوه النشاط، وفي خليه تانية هي امكانياتها تمشي ببطء، حتى لو عندك مرعى في قمه النشاط هي ماشيه ببطء، تديها البرواز تقعد عليه شهر، تديها البرواز التاني تقعد عليه شهر، في خليه تانية 3 ايام تاخد البرواز تملاها بيض، 3 ايام تملى البرواز كله بيض. فلابد مع احترام لحضرتك ان حال هنا عقليته اللي تحكم. الخليه اللي هتتعبك او الملكه اللي هتتعبك او السبب اللي فيه مشكله عندك حله باسرع وقت، ما تقعدش تتفلسف وتقول انا هعمل تجارب على الحاجه دي، هتخسر صدقا هتخسر. فانت عاوز ايه تاني؟ انت عاوز ايه تاني؟ شايف مع الاحترام يعني المنظومه ماشيه ازاي؟ طبعا ربما يكون الاخ اللي انا اتكلم عليه ده مبتدئ الله الاعلم او ما شابه ذلك، بس انا اتكلم ان للاسف احنا بنستسهل. اي حد يقول لك روح ولع في النحل علشان ما شاء الله هيتقدم معاك، تقول له ان شاء الله هولع فيه، وروح يولع فيه. ما بيوزنش بدماغه، ما بيعقلهاش. ده للاسف ده شيء خطا والله وخساره، وفي الاخر يجي يقول لك النحل ما بيطلعش عسل، والنحل ما بينتجش عسل، والمشروع مخسرني. طب ما هو انت اللي بتسمع كلام كل من هب ودب في الموضوع. مشكور يا اخويا اكبر، الله يجزيك الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان جميعا، حياكم الله. تحية للأعضاء النشيطين والأعضاء الذين لا يبخلون عليه بإفادات، جزاهم الله خيرا. وكذلك تحية للمستمعين وللمستفيدين، جزا الله خيرا أهل هذه المجموعة وبارك الله فيها، من أساتذة ودكاترة ومنحالة وهوات، كلكم نتمنى لكم الخير إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأطروحة أو المحاضرة التي ألقاها الأستاذ حسن حسين جزاه الله خيرا حفظه الله تعالى، فيها العديد استفدنا منها جزاه الله خيرا، وإن كنت بعض النقط يعني أختلف معها مع الأستاذ حسن حسين. نذكر منها أنه قال بأن الخلايا الضعيفة والمتوسطة والقوية، بالأخص الخلايا الضعيفة يعني هذا الفيتامين أو هذا التحفيز أو هذا الأشياء التي تعطى كمقوي للنحل وتغذية وإضافات، أنها لا تجدي نفعا، وأنها ليست مهم، ممكن أنها ليس تخص هذا النحل الضعيف، وإنما هو استثناء النحل القوي. وهنا نختلف مع الأستاذ حسن حسين. فما الغرض من استفادة النحالة من بعضهم البعض، ومن البحث عن حلول إلا للخلايا الضعيف؟
فالخلايا القوية تقوم بنفسها وهي قائمة على ذاتها بذاتها، فلا تحتاج دعما ولا تحتاج مجهود النحال لأنها قوية. ولكن الهدف من التقوية ومن التغذية ومن التحفيز ومن كذا إلا للخلايا الضعيفة. فإن كانت هذه المسائل تختلف عن يعني إن كانت لا يستفيد منها النحل الضعيف فليس فيها إفادة أصلا، وأستسمع على هذه المفردة. لأن القوي نجرب هذه الأشياء على القوي، كما تنصح الإنسان الصحيح الذي ليس به مرض أن يذهب للصيدلية ويأخذ دواء، ونقول أن هذا الدواء جيد لأنه شربه هذا الإنسان وبقي سليما صحيحا وزاد ربما قوة. ولكن حينما نعطي الدواء يجب أن نعطيه للعليل والمريض حتى يستفيد من منفعة هذا الدواء، إن حقق له مراده وشفي ومضى فهذا يعتبر دواء جيدا وينصح به. أما أن ننصح للصحيح أن يشري دواء فكالذي يكب ماء على الرمال كما يقال، لأن الهدف من التغذية والتحفيزات والبحث على أدوية وحلول إلا للخلايا الضعيفة والمتوسطة، فأنت استثنيت الضعيفة واستثنيت المتوسطة وأخليت بالقوية، فالقوية اتركها وشأنها وسترى منها العجب العجاب إن شاء الله إن كان المرأة جيدا لا تحتاج إلى فيتامينات وإلى غير ذلك. بالنسبة للنقطة الثانية الأستاذ حسن حسين، بالنسبة أنك صنفت النحل في 3 مراحل، الضعيفة على 4 إطارات والمتوسطة إلى 9 إطارات والقوية 9 وما فوق، فمن منا يبقى عنده النحل طوال السنة على 10 إطارات؟ فالنحل كله طبيعته يتراجع في أوقات من السنة، عليه أن يتراجع، وإن لم يتراجع فهناك خلل. فالتراجع من طبيعة النحل لأنه مرتبط بالطبيعة والنحل ملتصق بالطبيعة، النحل عمله كما مثل الدب في القطب، يأخذ في السنة حيزا من الغذاء والاستفادة ثم يدخل في سبات ليتراجع ثم ينطلق من جديد، وهذه سنة الله في خلقه. فلا بد من ضعف عند أي مخلوق، وكذلك النحل تمر عليه سنوات الفراغ، جزء من السنة في الفراغ يعني جزءا من السنة يكون متراجعا كالشجرة التي تسقط أوراقها لتنبعث من جديد. وحياك الله الأستاذ حسن حسين، وحيا الله جميع الإخوة، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ صدام حسين، بالنسبة فعلا هذه النقطة اللي أردنا التركيز عليها، وهو ما فائدة هذا وما جدوى هذه العمل كله، هذا التعب كله أن نضيفه على النحال من أجل أن يبقى واقفا في مكانه ربما، لأن الخلية القوية قائمة بذاتها وهو في حاجة إلى أن ينقذ نحله من الهلاك من الخلايا الضعيفة، لأن حتى تكون على القوة لتساير بقية الخلايا. وإن كانت هذه الضعيفة لا تستفيد من هذه العجائن وهذه الأدوية وهذا الشيء وهذه الفيتامينات، فلماذا يتعب نفسه مع الخلايا القوية وهي أصلا تمر، فهي تمر مثلا في ظروف صعبة. هذا ما أردت التوضيح فيه. أما كما قال هو وصدق أن قال أن الخلية القوية حتى لا أعطيتها سما لن يؤثر فيها وما يزيدها ربما إلا نفعا، وكذلك إن أعطيتها العكس صحيح. فلهذا فما الحاجة من تعب النحال أن يبحث على فيتامينات عراقية إيرانية مصرية لبنانية فرنسية وفي الأخير لا ينهض بخلاياه الضعيفة؟ فنحن نبحث عن حلول للخلايا الضعيفة وللخلايا المتوسطة ولإنقاذ النحل وللمرور به في مراحل صعبة، أم إن كنا نبقى في مكاننا واقفين فليس هذا هو المرجو للنحال. وشكرا وجزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أخويا مصطفى، الله يجزيك الخير. والله أنا أقول لك على شيء بالصراحة برضه للأسف الشديد، يعني إن حال ساعات بيجيله بعض التهيؤات، بمعنى ممكن الله يبارك في عمرك يكون المرأة تحت المتوسط، يعني النحل بيجيب حبوب لقاح حتى لو كميات بسيطة، والنحل يكون والنحال مثلا وضع عجينة أو وضع فيتامينات، ويقول لك ما شاء الله ده عملت مفعول السحر ده، خلت الخلية تنطلق. وهو الأصل جاي منين؟ جاي من المرعى. المرعى بسيط، النحال ربما ما بيلاحظ النحل بيدخل حبوب لقاح، لأن بيكون معظم النحل بيدخل مثلا حبوب لقاح الساعة 6 الصباح 5 الصباح مع أول ضوء. فالنحال في اعتقاده أن النحل ما بيخزنش حبوب لقاح داخل العيون الثلاثية، معنى كده ان في شح، والعجينة ديت والفيتامين ده اللي جاب التقدم وجاب التفوق، وهو ما عندوش علم ان اللي جاي من الخارج النحل بيستهلكه مباشرة في تغذية اليرقات، والملكة بتضع بيض، وهو في اعتقاده ان العجينة او الفيتامين هي اللي عاملة الموضوع ده. طبعا ده ايه، مش كل النحالين طبعا الله يبارك فيك، ده الفئة معينة اللي هي ربما ما بتتابعش الخلايا فترة الصباح المبكر، ما بتقومش مثلا بالطرق اللي هي معروفة، إن كان يعرف إن الخلية بتدخل كام نسبة في المية من حبوب اللقاح، تمام. وفي الآخر تهيؤاته واعتقاداته إن الفيتامين وحبوب اللقاح، الفيتامين والعجينة دي هي اللي خلت الخلية تتقدم، ويقول لك خلاص ده أنا لقيت الحل السحري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الأخ أكبر السيد، شكرا الأخ محمد المصري، أضفتم كلاما جميلا بصراحة، ولكن كله كان يتمحور على نقطة واحدة وهو الخلايا الضعيفة تقريبا. بالنسبة للخلايا الضعيفة، فالنحال الجيد هو الذي يقوم بتقوية هذه الخلايا الضعيفة، ولا نكون متشائمين ونقول أن الخلايا الضعيفة لا يمكن سيرورة الركب مع باقي النحل ونتركها لأنها لا نبقى ندعمها ولا إلى غير ذلك. فأنا قمت بعملية تجارب في مسائل الخلايا الضعيفة وكانت نتائج مبهرة بصراحة. فمرة كانت عندي خلية ضعيفة، فدخل الربيع وهذه الخلية بقيت على حالها، ففكرت فقمت بعملية، أتيت صندوق آخر وعملية رفع هذه الخلية، وبعثرت كل هذه الإطارات التي كانت فيهم ربما 3 إطارات، وأسكنتها في صندوق آخر. فوالله لتفاجأت بهذه الخلية، ربما كان إطار الذي في الجنب إطار غير مثلا تهتم به الملكة لوضع البيض، وربما غير متحمس للنحل أن يبني وراءه، فكان كالحاجز. فسبحان الله مدة قليلة حتى امتلأ هذا الصندوق، وكانت من أقوى الخلايا. فسبحان الله بعض الحركات بعض المرات تكون شبه عشوائية، أو مثلا نقول أنها يعني ليست بدراسة أو بكذا، وتحقق نتائج مبهرة سبحان الله. أما بالنسبة للخلايا القوية هي التي ندعم وهي التي نعطيها فيتامينات، فهذا يسمى أن الإنسان يريد دائما التطفل على النحل وتغيير سلوك هذا النحل، ونعطي إضافات كيفما كان هذا النحل. فهذا الناس الذين يفكرون في تقوية النحل وتغذية النحل، فإنما فكروا في إنقاذ النحل في الشح وفي الظروف الصعبة، فهم لا تأتيهم الأفكار أن يدعموا النحل كيفما كان. فالخلايا القوية كانت دائما مستثنات من هذه التحفيزات وإلى غير ذلك، ولكن كان تركيزهم دائما على كيفية إنقاذ النحل، لأننا نحن العرب والمسلمين ليس كالأوروبيين. الأوروبيين يعتمدون على النحل، على العسل، كأنه غذاء، مكملات غذائية لا غير.
فهو باقي مثل الأشياء الأخرى. أما نحن العرب والمسلمين فلنا سورة في القرآن، ولنا ونرجو من الله أن يجعل فيه الشفاء للناس المرضى. فغالبية الناس يريدون التشافي، يشفوا من أمراض بالعسل. فلهذا كلما ابتعد النحال عن كل ما يضاف للنحل وبالأخص على الخلايا القوية، كلما كان جيدا وممتازا حتى يكون له عسلا ذا جودة. وإن تطفلنا عن النحل بشامله سواء ضعيفه أو قويه، فكيف لك أن يكون لك عسلا جيدا؟ كما يقال في المغرب، العسل الذي ليس به شوائب يسمى بالعسل الحر، أما الآخر فهو يسمى عسل التغذية. فالعسل الحر ما يكون حرا إلا أن يكون الإنسان مبتعدا عن مجموعة من الشوائب التي تكون بعيدة عن الطبيعة، وبالأخص الخلايا الجيدة، فعلى الإنسان أن يستغلها لتعطي عسلا ذا جودة، وأن لا يضيف لها بعض الأشياء حتى لا يقع في الشبهات. فإن جاك إنسان يريد شيئا من العسل ويقول لك بمصداقية صادقني هل هذا العسل طبيعي، فإن كنت واضعا فيتامينات ومحفزات وإلى غير ذلك فتقول فيقع في الشك. فلهذا الإنسان يحاول أن يبتعد دائما إلا في ظروف صعبة، أو إلا عند بعض الناس يعني يريدون بيع عسل التغذية إلى غير ذلك.